يقول: هناك تقسيم لموالاة الكفار بأن نقول أنها تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، أو نقول هناك من الموالاة ما هو واجب كمحبة الوالدين، ومنها ما هو مستحب كمحبة الزوجة إلى آخره، هل صحيح هذا التقسيم؟ ما لك وللتفاصيل، عليك أن تبغض الكفار وأن تحب المؤمنين، عليك بهذا. وأما التفاصيل ما لك ولها، عليك أن تحب أهل الإيمان وتواليهم، وأن تبغض الكفار وتعاديهم كما أمرك الله بذلك. نعم.